السلام عليكم وهلا والله ومسهلا بحبايبنا واصدقاء نيوتيك. ومثل ما تعرفون سامسونج اعلنت عن اجهزه لوحيه جديده في معرض الام دبليو سي 2017 في برشلونه، واليوم بقدم لكم نظره سريعه على هالاجهزه، واللي باختصار هي نوعين: الاول بنظام الاندرويد وهو الجالكسي تاب اس 3، والثاني بنظام الويندوز 10 وهو الجالكسي بوك. والاجهزه تجي مع كيبورد وتدعم قلم الاس بن، يعني بتكون حلوه المحبي الرسم بالدرجه الاولى. خلونا نبدا مع الجالكسي تاب اس 3، وهو يعمل بنظام اندرويد في النوغا، ويجي بمعالج سناب دراجون 820 ورام 4 جيجا وتخزين داخلي 32 جيجا بايت، ويدعم الذاكرة الخارجية. بالنسبة للتصميم فهو جميل صراحة، وبدعت سامسونج فعلا لما تشوف خامة التصنيع والسمك اللي هو 6 ملي بس، صراحة نحيف مرة. ويجي طبعا بشاشة 9.7 انش سوبر اموليد بدقة 1536 في 2048 بكسل، وهي نفس دقة شاشة الريتنا على الايباد. وعندنا كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل مع فلاش الاي دي، وأمامية بدقة 5 ميجا بكسل. ومن الأمور المميزة بالجهاز هي سماعات سبيكر الأربعة، وطبعا فيه منفذ لسماعات الهيدفون. والجهاز يجي بنسختين، واحدة تدعم الواي فاي بس، والثانية تدعم شريحة الاتصال، وفيه منفذ USB-C وطبعا بطارية بسعة 6000 ملي أمبير. والجالكسي تاب S3 بيتوفر باللون الأسود والأبيض أو الفضي. أما الجهاز الثاني فهو الجالكسي بوك، ويجي طبعا بشاشتين، الأولى 10.6 إنش والثانية 12 إنش بدقة الكواد HD، وهو يعمل بنظام الويندوز 10 ويعتبر من فئة الاثنين في واحد. ونسخة الـ 12 إنش هي اللي تجي بمواصفات عالية، وأعلى نسخة من الجهاز تجي بمعالج انتل كور i5 في الجيل السابع، والرام 8 جيجا وتخزين داخلي 256 جيجا بايت، ويدعم الذاكرة الخارجية. وكذلك تجي بطارية ممكن تجلس معك حتى 10 ساعات. والكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل، وهي موجودة بنسخة الـ 12 إنش بس، والأمامية بدقة 5 ميجا بكسل. أجهزة سامسونج اللوحية الجديدة الجالكسي بوك أو الجالكسي تاب S3 بتتوفر بالأسواق نهاية هذا الشهر أو بداية شهر أبريل، وما في معلومات عن الأسعار حتى الآن. هذه كانت نظرتنا السريعة على أجهزة سامسونج اللوحية الجديدة، إيش رأيكم فيها وأي نسخة تفضلون، الويندوز أو الأندرويد؟ شاركونا بالتعليقات، وأهم حاجة اشتراك ولايك، وشوفوا الفيديوهات اللي قبل. السلام عليكم.